ده كلام مهم جدا، لكن هي الأغراض الدفينة في هذه الأزمة كانت إزاي؟ خلينا نتفق على إنه في حقائق حدثت محدش يقدر لا ينكرها ولا يقلل حتى من حجمها. ما حدث من كهرباء تجاوز بكل الحدود، بلغ الحد المتوقع على حد ما اللعيبة والجهاز شافه. لكن هل هي المسؤول أو هل هو المسؤول كابتن سيد عبد الحفيظ؟ شفت بعض المواقع إعلاميها وصحفيها اللي بينهم وبين الكابتن سيد عبد الحفيظ مفيش يعني قدر كافي من اللطف والعلاقة الطيبة، بيطلبوه في أي وقت أو أوقات متأخرة ما بيردش، يبقى مدير الكرة دمه تقيل. فكانت الفرصة الحق استاد سيد عبد الحفيظ. تسمع الناس بتتكلم، طبعا في أطراف أخرى منافسة قالت في الأزمة ما قال مالك في الخمر، وألفت وفبركت وغنت وضربوا وشلوت وقفة وكلام كتير جدا. وإحنا داخلين حد مشجع استوقفني بيقول لي أنتوا ليه ما تكلمتوش على إنه فرجاني ساسي اتخانق مع كارتيرون وكسر أوضة اللبس، وليه ما تكلمتوش على إنه حازم إمام في خناقته مع فرجاني ساسي؟ إحنا مالنا؟ ده اللي إحنا قلناه له، إحنا مالنا؟ إحنا من الأول قايلين يا جماعة كل نادي ينشغل بنفسه وخلافاته وعلاقاته وطموحاته ومشاكله، لكن أن يتحول ما حدث للنادي الأهلي أو داخل فريق النادي الأهلي إلى قصة يتحدث عنها المنافسون بكل هذه الأريحية وهذه الفبركة وهذا القدر العالي جدا من المبالغة، دي كانت مسألة غريبة جدا. هنا كان في غرض دفين لمحاولة تكسير فرقة الأهلي، محاولة هز استقرار الفريق. طبعا في تربية مع سيد عبد الحفيظ، فكانت فرصة انه يتقال في سيد كل ما قيل في الأزمة، رغم انه زي ما المهندس عدلي أشار حدث الخطأ، حدث الخطأ خطأ فج جدا غير متوقع، واجهه مدير الكرة بأعلى درجات العقاب، الحد الأقصى من اللائحة. طيب ده مسؤولية مدير الكرة. حد تاني في موقع مثلا أو في جورنال المصري اليوم، الهدف ضرب فكرة المبادئ والقيم في النادي الأهلي، فيتقال إيه؟ الحق ده سابوا الشناوي معاقبهوش عشان محتاجينه فنيا عشان يلحق يقول لك المبادئ تفصيل. يا سيدي الشناوي لم يعاقب لأنه حتى الشهود اللي شافوا المسألة الشناوي ما أخطأش، كهربا عوقب لأنه هو اللي أخطأ، فما كانش التغاضي عن الشناوي علشان سبب فني، ومش الأهلي أبدا اللي بيقف عند شأن فني أو احتياج لما الأمر يتعلق بمبدأ معين أو النظام داخل الفريق. لكن الهدف تكسير فرقة الأهلي، محاولة إشعال أزمة تانية مع الشناوي كانت مكشوفة لأن هي كشفت عن غرض آخر دفين. خلي بالك التوقيت، التوقيت بيشي بكثير من الأمور، توقيت المشاكل طبعًا وتصعيدها طبعًا واصطياد المشاكل وتضخيمها طبعًا. أنت داخل على مرحلة في منتهى الأهمية. صحيح. أنت الآن ربما لا يقلق الكثيرون على الدوري العام، لكن في كل الأحوال أنت داخل على تحدي ربنا يستر عليه في أفريقيا. يعني عندما يوعد فريق بالبطولة من الموسم اللي جاي يوم القدر يحطك في مواجهته. صحيح. عليك أن تقلق. صحيح. فالنبي على الأقل جماهيرنا وفروا لفريقكم أكبر قدر من المؤازرة والدعم، مش بالكلام، يا ريت مش بالكلام، يمكن الصمت. طيب كابتن سيد مدير الكرة أخذ القرار، وأخذ القرار الحاسم والحد الأقصى من العقوبة، بلغوا لإدارة الإعلام عشان تعلنوا، وده حرصا على أولا الحسم في مواجهة مشكلة، ثانيا الشفافية بقدر كافي جدا، وإشعار الجميع بأنه الأهلي لا يتقاعس في مواجهة أي تجاوز أيا كان حجمه. يطلع بقى ناس عندها مشكلة مع صديقنا جمال جبر مدير إدارة الإعلام، فالناس تختزل الأزمة كلها في جمال جبر. ليه؟ قال لك أصل جمال جبر والمركز الإعلامي سرب العقوبة. عقوبة إيه؟ العقوبة حسب ما الكابتن سيد عبد الحفيظ قالها لي هو كمدير كرة اللي بلغها لإدارة الإعلام وطلب إعلانها، فبالتالي مفيش تسريب حصل. هنا في نقطة مهمة يا أستاذ إبراهيم، عقوبة بهذا الحجم وإنها تتقال في هذا التوقيت وتعلن، لا يمكن حتى الكابتن سيد هيعملها من تلقاء نفسه، لابد هيكون مع الإدارة الإدارة العليا. إدارة العليا طبعا، ده موضوع مش صغير. إذن الإعلان عنه، إعلان بتفاصيله متفق عليه، يعني حتى
اللي عايز يشيلها كابتن سيد مش هيعرف، اللي عايز يشيلها للاداره مش هيعرف، اللي عايز يشيلها للاستاذ جمال مش هيعرف. ليه؟ ده سياق واتفاق، يعني لابد يعني الناس تدرك ان الموضوع ده ما اتاخدش كده، مش واحد متغاظ اندفع وقال، ده اتبلغ لان كان هناك وجهه نظر للاداره ان العقوبه تتحط. ودي بتفكرني زي يوم بالظبط الكابتن عبد الله السعيد، انا بكلم الكابتن الخطيب بقول له طب ما نستنى لبكره ونفكر، قال لا يمكن، ينبغي الاعلان الان، هو مش معانا، لانه ما قال لي ناش من مده انه مخلص. فخلصت. هو احيانا تكون رؤيه الاداره العليا ان المصلحه ان القرار اتاخذ ويعلن في لحظتها، لانه ما فيش مبرر لا للتخفي ولا للتغافل عن حاجه. هنا كانت الاغراض الدفينه واضحه جدا عند كل الاطراف، لكن الحقيقه المؤكده هناك خطا كبير حدث، هناك عقوبه كبيره صدرت، هناك ظرف يحتاج بالاساس وبالالحاح الى انه الفريق يتلم ويقفل على نفسه ويبص لقدام ويركز في مهامه. لكن ما يخص هذه العقوبة، ما يخص موقف اللاعب، ما يخص مستقبل علاقته، الأمر متروك للجنة التخطيط ولكابتن الخطيب المشرف على الكرة مع الجهاز الفني. أيضا أنا أرى حاجة مهمة أستاذ إبراهيم،